أهلا بيكم مع حكايات الخضروات. أنا بوبو طماطم. أنا بوبو طماطم. تيخة. أيوة جاي. مالك في حاجة؟ جاي حالا. آسف. تيخة؟ نعم يا بوبو. هنا. نعم. أنت كنت بتطبخ؟ إيه. تبقى لاحظت البورنيطة الجديدة. البورنيطة؟ ايه رأيك؟ مش شيك؟ تيخة، انت لابس جوانتي الفرن على راسك. ايوة، بس دي اخر موضة وكل الناس لابسينها. بجد؟ طبعا، على الاقل المشهورين. ايوة، بس انت مش شايف قدامك، مش كده خطر برضو؟ كله بتمنه بقى. بس انت كنت هتقع في محمصة العيش. بوبو 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 بو. انت ما بتقراش مجلة لبسك اليوم؟ دي اخر موضة، انا لو ملبستوش مش هكون من بتوع الموضة. فهمت. انت كده بتفكرني بجواب وصل لنا من صديقنا سمسم نصار اللي ساكن في حي مصر الجديدة. بجد؟ ايوة بجد. سمسم بيقول انه ساعات لما بيزور صاحبه موزة اللي بيحب يشوف برنامج في التلفزيون، سمسم عارف انه مش لازم يشوفه، سمسم عارف انه برنامج للكبار، وموزة بيقول إنه لو ما تفرجش على البرنامج مش هيبقى مش شلة الروشة، فيعمل إيه؟ أما حتة ورطة، تعرف يا بابو؟ هنا يا تيخة. تعرف يا بابو، بيتهيألي إحنا محتاجين حاسوب، هرجع حالاً. حاسب يا تيخة من الحوض. إيه اللي حصل؟ ما جابوش سيرة عنه في مجلة لبسك. تعرف يا سمسم، وانا بحاول اطلع تيخة من الحوض هتسمع قصة عن ثلاث ولاد وقعوا روحهم في مشكلة زيك. الولاد دول اساميهم جاد وعماد وشادي. خدوا بالكم، دي مش اساميهم الحقيقية، اساميهم هي استنوا هفتكر. ايوة، شدرخ وميشخ وعبد ناغو. ايوة فعلا، وعشان الاسامي دي صعبة سميناهم جاد وعماد وشادي. التلاتة دول جمع ولاد وبنات كتار، جابهم الأستاذ نصر عشان يشتغلوا في مصنع الشوكولاتة بتاعه. مين الأستاذ نصر؟ هعرفكم بيه بعدين. أنا مين؟ أنا اسمي رامي. أي حاجة داخلة المصنع أو خارجة منه لازم تفوت عليا الأول. أي حاجة. الساعة دلوقتي 8 معاد وصول اللبن. وادي لورا جاية، أنا بحبها. صباح الخير يا صاحبي، ازيك عامل ايه؟ معلش مستعجله وعايزه الحق شغلي لحسن يخصموا لي جنيه. سلامة، دي الساعه جت 8 وانا لازم اجري، دي مواعيد المصنع تبتدي من بدري. بالظبط الشغل 8 ولا تاخير ثانيه، واللي بيتاخر بيقابله الاستاذ. يلا امشي بسرعة شوية، عندك دقيقتين تأخير، واللي بيتأخر عن الساعة 8 هشتكي أنا للمدير. أسفة أستاذ أدري. لازم كلنا نحترم مواعيد المصنع. من فضلك يا أستاذ أدري، أنا كتفي اتخلع. طب وأنا هعمل لك إيه؟ اشتغل بيه، ما عندناش وقت نضيعه في الدلع. تمام، مع أهلنا كنا عايشين مرتاحين، دلوقتي اليوم كله بنقضي في شغلنا وكده برضو مش عاجبين. أنا جاد. عماد. وأنا شادي. بنشتغل من وقت طويل، وإحنا بكل صراحة محتاجين راحة، بس المدير بيقول مستحيل. إحنا تعبنا على الآخر، نعمل مجهود مش معقول، بس اللي هيفكر فينا ياخد اجازة راح يلاقي نفسه مفصول. خطتنا ان احنا اشتغلنا في مصنع كبير، كفاية استاذ ادري وكمان فيه المدير، عاوزنا نشتغل ومش عاوز كسل، وبيعطي بالدقيقة راحة لنا كتير. لو يوم يدونا راحة هنبقى محظوظين، ولغاية اليوم ده ما يجي مش عنده طعم الراحة، وهنفضل برضو شغالين.
معجب الشوكولاتة اللي اتعمل في مصنع نصر، والمصنع بيطلع منه كل يوم 14638، والسيد نصر نبوخذ بيه نصر. الراجل ده مش شرير ابدا، بس بيتضايق شويه. تعرفوا ليه بيبيع الارانب الشوكولاتة دي كلها؟ افتكر انه بيفتخر بنفسه اكتر من اللازم، وده بيأكد لنا شيء مهم جدا، انه ابتدى بداية كبيرة جدا. لكن ايه دخل جاد وعماد وشادي بالموضوع دوان؟ الحقيقة هم ابتدوا يتعبوا لما نصر بيه اعلن الاعلان المهم. عارفين ايه هو الاعلان دوان؟ خليكوا معايا يا ولاد، عندي اعلان. النهارده الصبح صدرنا 2 مليون ارنب شوكولاتة، وبالمناسبة السعيدة دي كل واحد منكم هياكل زي ما هو عايز لمدة نص ساعة. يلا بالهنا والشفا. شكرا، ده فضل كبير منك انك تقدم لنا الشوكولاتة دي. يا السلام لو اشوف وشوشهم دلوقتي. بيتهيألي مش لازم ناكل شوكولاتة اكتر من اللازم. تقصد ايه؟ نصر بيه قالوا اننا ممكن ناكل زي ما احنا عايزين. مش فاكر اللي بابا وماما عملوه لنا؟ مش لازم ناكل حلويات كتير علشان ده بيضر الصحة. بس ماما وبابا مش شايفيننا دلوقتي، وبعدين كل الناس بياكلوا يا قرنبيطة. بصوا يا جماعة اسمعوني، انا عارف ان بابا وماما مش هنا دلوقتي، لكن انا فاكر اغنية كانت ماما بتغنيها لي وانا صغير. خليك فاكر تمام، اوعى تنسى الكلام اللي بقوله لك حتى لو رحت بعيد. كلامي نور ليك في الضلمة يحميك، افتكره يخليك دايما سعيد. كلامي نور ليك في الضلمة يحميك، افتكره يخليك دايما سعيد. سمعت؟ يعني حتى لو بابا وماما مش معانا دلوقتي علشان يساعدونا، واحنا افتكرنا اللي علموه لنا بنحس كأنهم معانا. خلاص يبقى ما ناكلش شوكولاتة تاني عشان خاطر ماما. وانا كمان. الوقت انتهى، ايه رأيك لو نطلع لهم ونشوف هيقدروني ازاي؟ طبعا طبعا، هم هيبينوا تقديرهم ليك يا ريس. اهلا. انا مش شايف اني متقدر قوي. شايف؟ دول كلهم مرميين على الارض كأنهم عيانين. تقصد اني سمحت لهم ياكلوا شوكولاتة ودلوقتي بيعملوا نفسهم عيانين؟ واحدة واحدة يا نصر بيه، الولاد دول مش باين عليهم عيانين. بقى كده. شكرا يا نصر بيه على كل الشوكولاتة اللذيذة الجميلة دي. ايوه شكرا. كل الناس التانيين نايمين وانتوا بس التلاتة اللي واقفين؟ الحقيقة أنا شايف إن طماطم هو اللي قاعد. أنا واقف. قاعد. بص كده بقعد وكده بقف، ودلوقتي أنا واقف. فعلاً ده واقف. أساميكم إيه يا أولاد؟ أنا شادرخ. وأنا ميشخ. وأنا عبدة. أنا شادي. إحنا هنا بنشغل ولاد يعرفوا يقفوا مصنع الشوكولاتة، إيه رأيكم لو تبقوا المستشارين بتوعنا؟ قصدك إيه؟ يعني لازم نجيب لكم كرافتات. يبقى حاجة جميلة جدا. اتفقنا. ها
هات لهم كرافتات يا أستاذ أدري. حالا يا بيل. تعالوا للمكتب يا أولاد أول ما تيجوا الصبح بدري. هيحصل يا بيل. ها شفتوا؟ جاد وعماد وشادي عملوا اللي شافوا إن هو صح مع إن كل الناس اتصرفوا غيرهم، وده طبعا كان له تمن المرة دي على الأقل. استنوا وشوفوا إيه هي المفاجأة الكبيرة اللي محضرها لهم السيد نصر. ودلوقتي عندي ليكم مفاجأة، كنت بفكر في الأرنب الشوكولاتة اللي بنعمله في مصنعنا، وأنا رأيي إنه حلو جدا، فظيع، جميل، بموت فيه. وسألت نفسي إن كان كل اللي بيشتغلوا هنا في مصنعي بيحبوه زي ما أنا بحبه. سألت نفسي ليه ما بيحبوش بنفس الطريقة؟ مش بيحبوه ليه؟ تعرفوا ليه؟ عشان صغير، أرنوب صغير. اللي هم محتاجينه هو أرنب ضخم، ضخم جدا. دوبك نموذج صغير، لكن الأرنب الحقيقي يجيله 30 متر وتعمل وخلص النهاردة الصبح بس. ياه ده أكيد أرنب ضخم. وعلشان أنتوا المديرين الصغيرين كان لازم أوريه لكم الأول، لكن النهاردة العصر كل الناس هتشوف الأرنب الجديد وهيكون المنظر هايل لما كل الناس توطي وتغني أغنية الأرنب. أفتكر أني ما أعرفهاش. سمعني حتى منها. كنت بتمنى انك تسألني السؤال ده. الغنية ديت هي الطريقة اللي بيبين بيها كل اللي بيشتغلوا عندي حبهم للأرنب العظيم وتقديرهم لي واستعدادهم انهم يعملوا اي حاجة في الدنيا علشان خاطر الأرنب، وبتقول كده: الأرنب الحلاوة شكله آخر شقاوة، طعم الشوكولاتة فيه متنقينا قوى. الأرنب الحلاوة شكله آخر شقاوة، وطعم الشوكولاتة فيه متنقينا قوى. ده هو كل حاجة ليا في دنيتي، هو سبب سعادتي وحظي ومنيتي. أرنوبي هو صاحبي وحبه بالتأكيد، بيملى كل قلبي أصله حب الوحيد. كفاية عليا هو من الدنيا كلها، غلوته في قلبي جوا مش لاقي زيها. هو طبيبي وهو دوايا، أرنوبي حبيبي ده ذاتي وهنايا، خد مني غدا ياخد مني عشايا، لكن سيب أرنوبي تملي معايا. فهو لوحده عليا كفاية، دي الدنيا بتضحك وهو معايا، وفي الصبح لما ببص في مرايا بشوف صورته دايما قدامي ورايا. أرنب الحلاوة شكله آخر شقاوة، وطعم الشوكولاتة فيه متنقينا قوى. الأرنب الحلاوة شكله آخر شقاوة، وطعم الشوكولاتة اللي فيه آخرنا قوى. ها؟ إيه رأيكم؟ طب يحصل ايه لو كان في حد مش موافق على كل الكلام اللي بيتقال في الأغنية؟ فطبعا ما غناش، فيحصل ايه بقى؟ شايف اللي هناك ده؟ قاعد على الفرن. بنعمل فيه ايه؟ بنرمي فيه الشوكولاتة البيضة. يبقى نقول انكم لو ما وطيتوش وغنيتوا للأرنب هتبقوا شوكولاتة بايظة. أكيد حضرتك ما تقصدش. أنا متأكد إن ده مش هيحصل. يلا الحفلة ابتدت، أشوفكوا هناك. وهي دي الورطة، الأغنية دي كانت محشية كلام غلط في غلط، لكن لو ما غنوش حيرميهم السيد نصر أكيد في الفرن. تعمل إيه لو أنت مكانهم؟ أحسن لي ما فكرش في الموضوع ده. الحفلة ابتدت. أشكركم علشان شرفتونا في الحفلة، وأحب أقدم لكم بفخر صاحب الحفلة الحقيقي، صديقكم الجديد العظيم الأرنب.
ودلوقتي كلنا ننحني ونغني أغنية الأرنب. التلاتة دول مش مواطيين يا ريس. مش هما دول المستشارين الصغيرين بتوعنا؟ أفتكر كده، بينهم محشورين يا ريس. تعال نشوف حكايتهم. أنا مش قلت كل الناس تغني أغنية الأرنب؟ يلا يا أولاد غنوا معانا كلكم، كله يغني. يلا يلا كله يغني. يا ريس لسه مش بيغنوا. غنوا. خليك فاكر تمام، هي دي أغنيتنا. ما افتكرش يا ريس. انتوا اتجننتوا؟ مش هي دي الأغنية بتاعتنا؟ لو رحت بعيد كلامي نور ليك، في الضلمة يحميك، افتكره يخليك دايما سعيد. دي كانت أغنية جميلة، أنا هغنيها بنفسي وأنا برميكم في الفرن. يا حراس امسكوهم، هاتوهم دلوقتي حالا على الفرن ارموهم. لازم أساعدهم، لكن ازاي؟ جاد وعماد وشادي هيرجعوا لنا تاني بس بعد الاستراحة. وده معدنا مع أغنية سخيفة من تيخة. الوقت ده في البرنامج تيخة بيغنلنا أغنية سخيفة. تيخة هيقدم لنا أغنية أرجنتينية اسمها رأسة الخيار، وهيغنيها بالأسباني. بوبو الطمطماية هيترجم له. ميريلا بيبينو، شوف الخيار بيتحرك ازاي، زي الأسد اللي بيجري ورا فار. شوف الخيار وحركته الجميلة زي الزبدة على قرد أقرع. شوف الخيار كل الخضار بيغيروا من صاحبهم، نفسهم يرقصوا زيه. ارقص يا خيار، ارقص يا خيار، ارقص يا خيار، ارقص يا خيار. ميرني على طماطي، شوف الطماطم تريستي، حاجة تزعل، إنه بودي بالار، ما بيقدرش يرقص. أوبري طماطي، مسكين الطماطم اللي دريا بودري بالار كم لبيبينو، نفسه إنه يقدر يرقص زي الخيار ليبري إفوا فيمانتي بسهولة وخفة، بيرو إنه بودي دانسا، لكن ما بيقدرش. ماشي وقف الموسيقى. يعني إيه ما بعرفش أرقص؟ طبعا بعرف أرقص. طيب ايه رأيك في الحفلة اللي في بيت عم خضور؟ مش انا رقصت في حفلة عم خضور ولا لا؟ نو كومبريندو. نو كومبريندو؟ انا بقى حوريك يعني ايه نو كومبريندو. ماما بابا بصوا هناك، عايزة اتصور جنب الخيار وهو لابس لبس ارجنتيني. ماشي يا نونو، لكن بسرعة، متهيألي الاقزام افتكروا ان مامتك هي سنو وايت. يلا قولوا ميز ميز. لا اسمع الخيار واسمع صوته الجامد زي الأسد اللي حياكل. اسمع الخيار وصوته الجميل، صوت الخيار زي صوت العصافير الصغيرة. اسمع الخيار كل الخضار بيغيروا من صاحبهم ونفسهم يغنوا زيه. غني يا خيار، غني يا خيار، غني يا خيار، غني غني يا خيار. اسمع الطماطم، حاجة تزعل، ما بيقدرش يغني. مسكين الطماطم، كان نفسه يغني جامد وحلو زي الخيار، لكن ما يقدرش. ما يقدرش حتى انه يصفر. انا طيب كفاية يا سينيور، تعال هنا وانا حوريك مين ده اللي ما بيعرفش يغني. اديوز اميغوز.
دي كانت أغنية سخيفة من تيخة. اسمعونا المرة الجاية. وتيخة بيقول: بابا متضايق مني، جه جري عشان يمسكني، وأنا مش قادر أجري بالبرنيطة المكسيكي. ودلوقتي نرجع لحكايتنا. كده كلنا مستريحين؟ جميل. مش قادر أحرك دراعاتي. شادي، أنت ما عندكش دراعات. آه. حاولت أكون معاكم راجل طيب أمير، وصبرت كتير عليكم. مش شايفين إن ده كتير؟ مش عاوز حاجة صعبة ولا بطلب مستحيل، عاوزكم بس تغنوا بصوتكم الجميل، وكل واحد فيكم خد مني اللي اتمناه، ولما أطلب منه طلب بسرعة راح ينساه. دلوقتي جه وقت الحساب، واخرتكم هتبقى مرة، لكن علشان تعرفوا تبتي هطلب لآخر مرة. ممكن ولا مش ممكن تغنولي الأغنية؟ يا فندم، احنا أهلنا علمونا إننا نتصرف صح حسب إيماننا، وربنا يحبنا نتصرف صح. وفي حاجات كتير في الأغنية دي غلط ومش صح، يعني احنا مش عايزين نبقى بايخين، وياريت تفهم قصدنا، واحنا ما نقدرش نغني الأغنية دي خالص. أنا فاهم كويس يا ولاد. بجد؟ طبعاً أنا فاهم إنكم زي الشوكولاتة البيضة. يا حراس هاتوهم. اعمل ايه دلوقتي؟ جميل جميل، يلا نخرج من هنا. كنت عارف ان هي دي السكة. ما افتكرش ان هي دي السكة. مش هي دي السكة. انا شايفة نور. شمال. رجعتم. لو انا مش غلطان تبقى ديت عربيتي يا استاذ ادري. يظهر إن العربية مليانة شوية زبالة. تقدر تساعدنا نتخلص من الزبالة دي يا أستاذ أدري؟ طبعاً، ما فيش أسهل من كده يا ريس. فاكرين إن أهالينا قالوا لنا إن ربنا دايماً هيحرسنا؟ أيوة. يا ريت يكون كلامهم صح. أستاذ أدري، مش أنا رئيس، مش أنا. أنا قلت لك قبل كده إن أصحابي مش ممكن يتحرقوا. اسمع يا أمورة، لو ما رجعتيش المفتاح ده دلوقتي حالاً أنا هوريكي الويل. دلوقتي ما حدش يقدر يقف قدامي ابدا. ها؟ احنا رمينا كم واحد في الفرن يا ريس؟ ثلاثة. انا شايف اربعة، وواحد منهم بيلمع جدا يا ريس. وحاجة تانية يا ريس، النار ما بتحرقهمش جد.
عماد، شادي، اخرجوا من الفرن. ربنا نجاكم من الفرن ومن اتون النار. وانا غلطت لما كنت عايز اخليكم تعملوا حاجات انتوا مش عايزين تعملوها. اكيد انا كنت بفكر غلط، انا نسيت كلام الماما علمتوني وانا صغير. ممكن تسامحوني؟ مسامحينك. شكرا. دلوقتي انا اقدر اعمل ايه علشان اعوضكم على اللي عملته فيكو؟ ممكن تغني اغنية من بتوعنا. بس تعلموني. كنت بتمنى انك تطلب مني. مامتي بتقولي دايما ابقى مؤدب، مكسرش اي حاجة وانا بلعب. مامتي بتحبني، شيء جميل، عشان كده هي بتعلمني. كويس قوي انك فاهم كده. لكن اوقات وانا بلعب في المدرسة زمايلي عملوا حاجة مش كويسة. طبعا بتبعد عنهم، اوعى تكون بتعمل زيهم. بفتكر على طول اللي بيقولوا الكتاب واللي قالهولي بابايا ومامتي كمان. بفتكر كلام الله اللي في الانجيل. ولو قابلت حاجة صعبة في الحياة اكيد هتلاقي حلها في كلام الله. افتح الكتاب وانت تلاقي لكل شيء جواب. ده كلام جميل. خليك فاكر كلام باباك ومامتك ليك، ودروس مدارس الاحد دي هتخليك صح ما تغلطش. وايه كمان؟ ولو قابلت صعب ما تقلقش. طب هتعمل ايه؟ بفتكر على طول اللي بيقولوا الكتاب واللي قالهولي بابايا ومامتي كمان. بفتكر كلام الله واللي في الانجيل. انتوا رجعتوا. انا لسه مش قادر اطلع تيخة من الحوض. بوبو طلعني من هنا. لازم دلوقتي نتكلم عن اللي اتعلمناه النهاردة. في كل مرة بنقرأ فيها كلام الله نتعلم في الحياة درس جديد. تيخة انت عارف رأيي في الاغنية دي. درس النهاردة لينا آية من كلام الله مش ممكن راح ننسى بالتأكيد. ساعة قوي. زي ما قلت لك لازم دلوقتي نتكلم عن اللي اتعلمناه النهارده، مش كده؟ جسمي مبلول. طيب جاد وعماد وشادي اتعلموا انه صعب جدا ان الواحد يبقى ثابت على اللي اتعلمه، لكن الحكايه تستحق. ولما كل اصحابهم يعملوا حاجات غلط هم افتكروا انهم اتعلموا من ماما وبابا ان ربنا ما يحبش انهم يعملوا حاجه غلط ويعملوا دايما الصح، وطبعا هو حافظ عليهم حتى في الاوقات الصعبه. اتعلمت ايه يا اختيخة؟ اتعلمت ان حكاية ان الواحد يعمل الحاجات اللي يعرف انها مش فكرة كويسة بس عشان يبقى ظريف مش دايما بيكون ظريف. انا حطيت جوانتي الفرن فوق راسي عشان قريت في مجلة لبسك اليوم ان ده هيخليني ظريف، وما حصلش حاجة، ما بقتش ظريف، بالعكس ده انا اتخبطت في التوستر وقعت في الحوض، وطبعا اتضايقت ودلوقتي مش عارف اخرج منه، باني هفضل هنا لحد بموت. اديهم هيحطوا الطباق عليا ومش هقدر اروح السيرك ولا العب على الحشيش ولا شم البحر المنعش اللي بيحرك شعري وانا سائل. لا مفيش مكان زي البيت، مفيش مكان زي البيت. خلصت؟ ايوه. طيب يا تيخة انت شايف المعلقة دي؟ ايوه. لو وقفت على طرفها ده وانا وقفت على الطرف التاني هتخرج من هنا وانت طاير. يلا بينا. الحكاية هتاخد ثانية. وانا جاهز. وانا جاي اهو. برافو يا بوبو. شكرا بوبو. بوبو انا هنا يا تيخة. انا شايفك. تعالى حاسوب عنده لين آية. اثبتوا وتعلموا التعليم التي تعلمتوها. تفالوا. بابو تسالونيكي التانية. شكرا. ممكن بقى اخرج من هنا؟ مش دلوقتي. تسالونيكي التانية 2:15. اقصد افتكر الحاجات اللي اتعلمتها من بابا وماما والكتاب المقدس. لو حاول حد يخليك تعمل حاجة غلط
خليك ثابت واعمل الصح. وفي حكايتنا جاد وعماد وشادي عملوا كده مع ان كل اصحابهم عملوا حاجات غلط. المرة الجاية لما تروح عند موزة سمسم ممكن تجيب شرايط من الشرايط اللي بتحبها، يمكن يكون ده احسن. الحكاية مش دايما سهلة، لكن لما تعمل الحاجة الصح هترتاح، مش كده يا بوبو؟ طبعا صح يا تيخة، خرجوني بقى من هنا. ده كل اللي احنا عايزين نقوله النهاردة، ربنا خلقك بشكل مميز وهو بيحبك جدا. إلى اللقاء.